بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين في كل مكان، بنرحب بيكم وحلقة جديدة ولقاء جديد وبرنامج جديد أيضا، وهو برنامج أسرار الطبيعة. في برنامجنا أكيد هنتكلم عن حاجات مهمة، عن أسرار الطبيعة كلها، وهنخوض في بحر الطبيعة والأعشاب والنباتات الطبية الطبيعية. ولكن قبل أي حاجة لازم نعيد على كل الشعب المصري والشعب العربي كله، كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير، وإن شاء الله بإذن الله نيجي العيد اللي جاي ويجي علينا رمضان اللي جاي والعيد اللي جاي واحنا كاملين ومش ناقصين وزايدين كمان، مش بس كده، ويكون ربنا رفع عننا البلاء والغمة اللي احنا فيها. يا رب ان شاء الله يحفظ كل المصريين وكل العرب وكل اللي بيشوفونا دلوقتي من اي مكان. كل سنة وحضراتكم طيبين مرة تانية. النهاردة طبعا هنستضيف ضيف مهم جدا في حلقتنا، او ضيفة تحديدا، وهي الدكتورة رانيا مجدي، أخصائي التغذية العلاجية ومتخصصة في مستحضرات التجميل وتصنيعها وكل تفاصيلها، وهنتكلم معاها عن حاجات مهمة جدا، ومش بس كده، كمان هناخد وصفات من الطبيعة من داخل البيت نقدر نقوي بيها مناعتنا، علشان الظروف اللي احنا بنمر بيها دي محتاجة تقوية مناعة وكمان محتاجة وقاية، والوقاية أهم كتير جدا من أي شيء. لازم نحافظ على التباعد الاجتماعي زي ما احنا بنشوف وزي ما احنا بنسمع كل البروتوكولات الوقائية اللي بتفرضها علينا المنظمات الصحية العالمية. مش بس كده، كمان المنظمات العالمية كمان في مصر لازم نوعي نفسنا، نوعي جيراننا ونوعي حبايبنا، ونحافظ على بعضينا. حافظوا على بعض، ابعدوا عن بعض شوية، حافظوا على البروتوكول الطبي المتعارف عليه. مرحب بك يا دكتوره. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، كل سنه وحضرتك طيبه. انت طيب. اعزائي المشاهدين، احنا النهارده هنتكلم زي ما احنا قلنا، برنامجنا ليه علاقه بكل المنتجات المكونه والمصنعه من الاعشاب والنباتات الطبيه الطبيعيه. احنا بفضل الله متخصصين الفتره اللي جايه، هتسمحوا لنا ان احنا نكون متواجدين معاكم على شاشه قناه الصحه والجمال، علشان نفيد حضراتكم بكل المنتجات الطبيه الطبيعيه وكمان الوصفات العلاجيه من اخصائيين واستشاريين في هذا المجال تحديدا، والطب التكميلي. مش بس كده، كمان هستضيف اطباء بشريين واطباء دكاتره صيدلانيين كمان، ربنا يكون في عونهم في الفتره الحاليه. وخلينا نبتدي النهارده ونتكلم عن مشكله رئيسيه، مشكله اساسيه بتواجه قطاع كبير جدا من حبايبنا اللي بيشاهدونا، الا وهي مشكله العظام وارتباطها بالام المفاصل والام العمود الفقري والام الرقبه والام العضلات بشكل عام. والمشكله دي تحديدا احنا النهارده هنتناولها بشكل مختلف، لان كل الناس اللي بتتناول القضيه دي او بتتناول الموضوع ده بيتناوله من موضوع الخارجي، التسكين الخارجي او علاج الاعراض الخارجيه او الالام اللي بتقابل ناس كتير مننا. يعني النهارده ده علاج موضعي او تسكين موضعي، وبنتكلم وبنقول انه بيعالج وبيساعد و و و و، ولكن هو في الاول وفي الاخر هو عباره عن كريم مساج او جل مساج. المساج تحديدا ليه علاقه باراحه العضلات و او لو مشكله جلديه لكن النهارده هنتكلم في موضوع اعمق شويه، هنتعمق شويه جوه الموضوع، ان انا اعالج السبب، ان احنا نعالج السبب وناخد سر من اسرار الطبيعه بمنتج طبيعي ما فيهوش اي علاقه ولا اي نوع من انواع الكيميكال. ده اساس الموضوع بتاعنا، ودايما بتكلم مع حضرتك ان احنا بنحافظ على ده جدا، وبنحاول ان احنا نكون متخصصين في ده قوي، ان احنا بنتعامل مع منتج طبيعي 100% بيكون خالي من المواد الكيميائيه عشان نقلل الاعراض الجانبيه. بالظبط، خاصه ان الفئه اللي بتعاني من الام العظام بتكون فئه عاده كبيره في العمر، اكيد فمش هتستحمل كيماويات والله، وكمان دلوقتي ما بقاش صغيرين وكبار عاده، انا بتكلم هو عاده النسبه الكبيره بيكون كبار طبعا، وده بيهمنا، لان لما بيكون الموضوع متعلق بحد كبير فبيكون عزيز علينا، ويكون حد برضه صغير برضه بيصعب علينا جدا، ويكون عزيز علينا، هو سن صغير يتعرض لحاجه زي كده. خلينا متفقين من البدايه ان اللايف ستايل او نمط حياتك ليه دور كبير جدا في الامراض اللي انت بتتعرض لها. اكيد بدايه لازم نعرف ان التهابات العظام والمفاصل ده لها سبب مرجعي في التعامل مع جسمي. تمام. قلة الحركة ده سبب رئيسي، نقص الكالسيوم ده سبب رئيسي، ان انا ما بنامش كويس ده سبب رئيسي، ان انا نقص عندي التغذية السليمة، ان انا اشرب لبن بانتظام، ان انا عند سن مثلا ال30، ناس كتير ما تعرفش ان اللي بيوصل لسن ال30 مثلا امتصاص الكالسيوم عنده بيقل، فلازم يكون في سورس خارجي. فبالتالي مع الوقت
بيحصل عنده هشاشه في العظام نتيجه نقص الكالسيوم ده. وبالنسبه للفيميل اللي هي السيدات، تكرار الحمل مع الرضاعه مع الولاده ومفيش فيتامينز اثناء الفتره ديت، فبيحصل هشاشه برضو في العظام. اكيد بيجي لي ناس الصيدليه في الثلاثينات واوقات العشرينات بتشتكي من التهاب في المفاصل نتيجه برضو ان هي من البدايه مقصره وما راعتش اللايف ستايل اللي هو نمط الحياه الصحي. ده سبب رئيسي. خلينا نتكلم عن السبب الاول وبعد كده ازاي هنعالجه من خلال المنتجات بتاعتنا. اكيد يا فندم. طبعا هو حضرتك ناس كتير بتسمعنا وبتسمع عن منتجات وبيحاولوا ان هم يوفروها، ولكن هي كل ما تسال حد ايه المنتجات دي، لا اصل مستورده من امريكا، اصل مستورده من المانيا، لا اصل دي فيها منها حبوب، اصل في منها حقن، اصل في منها كذا، اصل في منها كذا. تحديدا ناخد حاجه واحده بس لان هي فيها سر كبير جدا واسرار كتيره جدا من الطبيعه، وبتعالج حاجات مهمه جدا ليها ارتباط وثيق جدا بالجسم، وهو الكولاجين. الكولاجين ناس كتير جدا بتسمع عنه وناس كتير بتتكلم عنه، لينا اكتر من 3 سنين بنسمع ناس كتير عن الكولاجين، عملت معاها موضوع، عملت معاها نتائج، ناس جابت كولاجين مستورد، ناس جابته على هيئه اقراص، ناس جابته على هيئه كبسول، ناس جابته على هيئه حقن، استخدموه بيدخل جوه المستحضرات التجميل زي ما حضرتك عارفة في تصنيع الكريمات ومستحضرات التجميل وهكذا. ولكن أنا ليه تعقيب بس بسيط. أساس الموضوع هاخد تعقيب حضرتك، ولكن أساس الموضوع هو كولاجين، عامل دربكة، عامل شغل كبير جدا، ريح ناس كتير جدا، عالج ناس كتير جدا، مشيوا عليه حسوا بنتائج مبهرة في وقت قليل. لأن نقصه هو السبب، نقص الكولاجين هو اللي بيعمل التهاب المفاصل. فانا بالتالي بعمل بشكل تعويضي من خلال المنتج ده، ان انا بديه في شكل باكت، المريض بياخد الباكت دي في نص كوبايه ميه مثلا، الكولاجين ده بينزل الجسم، بيدخل الاماكن اللي حصل فيها خلل في انتاج الكولاجين، بيعمل عمليه ترميم في المفصل، فالالم اللي كان عنده مع الوقت بيروح، لان نقص الكولاجين هو اللي عامل الاحتكاك ما بين المفاصل وبعضها. فانا بقلل الاحتكاك عن طريق انتاج الكولاجين، او ان انا ساعده بالكولاجين اللي هو بياخده في الاكياس ده وعن طريق المنتج بتاعنا، وبالتالي مع على لونج تيرم ما يستخدمه مره واثنين وثلاثه بيحس بفرق كبير جدا ومن غير اضرار، وهو ده المهم. يعني رجعنا تاني لسر الطبيعه، حاجه طبيعيه بينتجها الجسم داخليا، ربنا خلقنا كده تمام، الجسم بينتجها داخليا، ولكن الدراسات والابحاث بتقول ان بعد سن ال 25 او 30 سنه بيبدا انتاج الكولاجين في الجسم بيقل. علشان كده بنلاقي بيظهر خشونة المفاصل، بيظهر آلام المفاصل والعضلات، ومش بس كده كمان بالنسبة لكل بقى الستات اللي بتتفرج علينا دلوقتي والجنس اللطيف، بيهمهم قوي شكلهم طبعا. يهمهم قوي وشهم يبقى منور مشرق، في نضارة مجدود. في البشرة في مجدود. معلومة هنا لازم أقولها بقى بخصوص السيدات، إن الكولاجين ده هو اللي مسؤول عن إن البشرة تفضل مجدودة طبعا، تبقى زي بشرة الأطفال. عشان كده لما بيجي يعلنوا عن أي منتج خاص بالبشرة هنرجعه بيبي فيس اللي هو بشرة الأطفال، لأن الكولاجين بيكون في فترة الطفولة في منتهى القوة. بالظبط. مع تقدم العمر الجسم إنتاجه للكولاجين بيقل، والعوامل الخارجية زي التعرض للشمس. نضيف بقى معلومة بسيطة كده، اتفضلي. عشان أحافظ على الكولاجين لازم أثناء خروجي في الصيف يكون في سان بلوك أنا أستخدمه عشان أحافظ على الكولاجين بتاع بشرتي، وأستخدم منتج زي المنتج بتاعنا ده، مش بس يكون خاص بالمفاصل، لا لو أنا برضو عايز أحافظ على بشرتي وعلى جمالها أقدر برضو أستخدمه، لأن هو الكولاجين في ناس كتير ما تعرفش ان الكريمات يا جماعه اللي معمول فيها كولاجين لا يتم امتصاصها عن طريق البشره، دي معلومه خاطئه، لان جزيء الكولاجين كبير وعندي المسام ضعيفه مش هتقدر ابدا تمتصه. عشان كده هو محتاج غير ان انا اخده اورال او اخده عن طريق الفم. بالظبط كده. عشان كده انا برجح المنتج جدا وكنت من اشد المعجبين بيه يعني. ربنا يخليك يا دكتوره. عايزين نقول كمان الكولاجين تحديدا بيملى المسام اللي موجوده في الجسم اللي ناقصه، اللي مفتحه، او بمعنى اصح بيربط الانسجه. بالظبط. بيربط الانسجه بنفسها. هنا انت حضرتك اثرت موضوع مهم جدا اللي هي علامات التمدد بعد الولاده. بالزبط. او علامات التمدد بعد زياده او نقص الوزن، بيحصل الجلد بيحصل فيه عمليه ستريتشنج، وبيعمل حاجه اسمها ستريتش ماركس، ان ده بيكون نتيجه ان الكولاجين اثناء ما حصل زياده في الوزن الجلد حصل فيه مطه، المطه دي ان الكولاجين اتكسر، فلما الكولاجين اتكسر ادى شكل الاستريتش مارك اللي بيبقى غير محبوب بالمره، بيكون لونه اوقات وايت واوقات بيكون ريد احمر او ابيض. انا لما باخد منتج فيه كولاجين عن طريق الدم ان انا عالج المشكله بقى من الاساس، لان العلاج الموضعي دايما بيكون ضعيف، بيحتاج مقوم داخلي ان انا عالج جدر المشكله وبعد كده ابص للمجموع الخضري بتاعها. أكيد. او الجزء الخارجي. أكيد. بالتالي انا لو اديت الكولاجين ده عن طريق الفم هحفز انتاج الكولاجين اللي حصل تمزيق ليه
لانه بيتمزق مع التمدد عشان حجم الجنين، حجم البطن بيزيد، فبالتالي الجلد بيتقطع وبيبقى شكله سيء جدا. فانا لما اخد الكولاجين ده مع ان انا استخدم كريم من بره برضو يساعد، او في مثلا كريمات مرطبه او كريمات بتعالج، الاثنين مع بعض هيعملوا اعاده انتاج للكولاجين اللي اتقطع، وبالتالي اعاده الشكل الجميل للجلد مره ثانيه. اكيد يا دكتوره. طبعا احنا بنتكلم دلوقتي عن الكولاجين. الكولاجين ليه انواع يا دكتوره وليه استخدامات؟ تمام. طبعا الكولاجين اللي متعارف عليه في مصر من فترات وهو الكولاجين الحيواني. أيوة، او اللي بيتم مصادر حيوانية. انتاجه من مصادر حيوانيه زي ارجل او عضلات الفراخ او الدجاج. أيوة. والابقار او العجول. ده الحيواني، الاكلات الشعبيه بتاعتنا. ده الحيواني مختص فعليا وفقط بالعظام. تمام. الناس بتستخدمه او الاطباء بيستخدموه في العلاج، بيوصفوا الاكله بيوصفوا دي على فكره اكله الكوارع. بالظبط. على فكره ده علاج. ما يعني عشان كده احنا بنتكلم في اسرار الطبيعه. بالظبط. احنا النهارده يعني احنا النهارده بنستخدم الكوارع كوجبه. ولكن هي وجبه مش غذائيه بس، ولكن وجبه غذائيه علاجيه. بالظبط. هي مهمه جدا على فكره. يعني في دكاتره عظام بيجي لي مع روشته العظام قايل للمريض انا عايزك تاكل مرتين كوارع في الاسبوع عشان على اساس يحفز ان الكولاجين اللي موجود فيها يساعد على ترميم الكولاجين اللي تم تمزيقه في المفصل، وبالتالي الحركه هتبقى اسهل، لان نقص الكولاجين ده بيعمل احتكاك زي ما قلنا في اول الحلقه، وبيعمل التهابات. احنا بدنا نرجع تاني لانواع الكولاجين يا دكتوره. احنا قلنا في النوع اللي هو الحيواني، وفي النوع اللي هو البحري. تمام. الكولاجين البحري تحديدا اتعمل عليه ابحاث ودراسات اكدت ان هو مش بس للمفاصل والعظام، ولكن بيفيد جدا في البشره والشعر والاظافر والهالات السوداء. أيوة. وكل ما يخص النضاره بتاعه البشره. امتصاصه اسهل. طبعا امتصاصه اسهل، لان الملوكيل بتاعه صغير. طبعا. فبالتالي انا اقدر لما امتصاصه، انا مثلا كصيدلانيه بيهمني ان الحاجه اللي انا اللي بعالج بيها يكون امتصاصها سهل. فكل ما كان الملوكيول او الجزيء صغير، كل ما كان الامتصاص اسهل واسرع، وتكون النتيجه اسرع. وده اللي بيهمني بالنسبه للناس اللي عندهم مشاكل في البشره. تمام. يعني احنا النهارده نقدر نعتمد على الكولاجين الطبيعي اللي احنا بنقدمه النهارده من خلال شركتنا، ان احنا نعتمد عليه في علاج الامراض الخاصه بالام المفاصل. أيوة. والعضلات وخشونه الركبه وما الى ذلك، ومشاكل البشره. ومشاكل البشره يعني نقدر نعتمد عليه بشكل طبيعي، ان انا لو حد دلوقتي حاسس بالام مفاصل والام عظام وخشونه ركبه وما الى ذلك، ان انا اقدر اعتمد على الكولاجين ده ان هو يعيد بناء الخلايا، ويعيد ويعيد ترميم العضلات والغضاريف اللي بتعمل لي احتكاك وبتعمل لي خشونه وبتعمل لي الام، مع تغيير اللايف ستايل برضه يا استاذ محمد. مهم جدا. انا ما اقدرش، انا اي حد بيجيني عنده اي مشكله لازم اساله عن عاداته اليوميه. يعني هو لو ما بيتحركش هيبقى معرض لالتهاب المفاصل. حاجه معلش، اي ماكينه عندك لو ما شغلتهاش بتبوظ، كذلك الجسم. اكيد. وهنيجي يعني معلش هضيف جانب ديني بسيط جدا، المحافظه على الصلاه من اهم الاسباب اللي بتخلي مفاصلك سليمه. طبعا. لان الصلاه بتحرك كل مفاصل الجسم. دي هي. الناس المواظبه على الصلاه اقل ناس عرضه لالتهاب المفاصل والتهاب العمود الفقري. صح. الحاجه الثالثه زي ما قلت في البدايه ان يكون في كالسيوم. الكولاجين هنا بقى هو معالج، هو بيجيب السبب من بدايته. تمام. بيجيب الموضوع من اصله. العوامل اللي قلت لك عليها، العوامل دي انا ما ينفعش ادي لك علاج وانت جهازك العصبي مضطرب. لازم برضو تنام كويس، لازم الاكل بتاعك يكون هيلسي، يكون الدهون قليله، كل دي عوامل انا لما ادي علاج هيدي معاك اعلى نتيجه. يعني الكولاجين هنا بيعالج السبب من البدايه، وبعد كده بضيف عليه العوامل اللي انا قلت لك عليها دي، الحركه، الناس اللي بتلعب رياضه، حتى لو النهارده بسبب كورونا الجيمز اللي اتقفلت وكده انا اقدر في البيت، حتى لو انا عندي التهاب مفصلي احاول، انما ما استسلمش وتبقى جسمي طول الوقت في حاله نوم او ركود، لان النوم والركود هيزود المشكله. تمام يا دكتوره. يعني احنا دلوقتي كمان عايز اضيف لحضرتك ان مش بس كده الكولاجين اللي معانا هو عباره عن كولاجين فقط لا غير، ولكن كولاجين مضاف معاه كالسيوم، ده مهم جدا، مضاف معاه فيتامين سي طبعًا. لانه طبعا بطعم البرتقال وطعمه لذيذ جدا ومستساغ جدا، ومش بس كده كمان مضاف عليه كميه من الفيتامينات اللي محتاجها الجسم زي فيتامين د وفيتامين ج وكمان الستريك والاكسيد السيليكون. هنا فيتامين دي مهم جدا جدا، لان هو اللي هيساعد في امتصاص الكالسيوم، وهو اللي هيسهل شغل الكولاجين. فكون ان هما الاثنين يبقوا في كومباينيشن واحد او في تركيبه واحده، ده معناه ان التركيبه دي متميزه جدا وهتجيب اعلى نتيجه.
عايز اقول لحضرتك كمان ان المكونات بتاعت النوتكس تحديدا، نوتكس كولاجين اللي احنا بنتكلم عنه النهارده، مكوناته فرنسيه وتصنيع محلي، تصنيع في مصر لكن المكونات الرئيسيه بتاعته فرنسيه، تصنيع محلي، وكمان حاصل على الموافقات والشهادات زي الايزو 9001 واكثر من شهاده اجنبيه، يعني منتج مرخص بفضل الله كمان مضمون. وانا عن نفسي بدات استخدمه وبدات اجربه في بيتي وعلى نفسي ومع اولادي، وطعم بتاعه مستساغ جدا، ده مهم وبنقدر نشربه وبنقدر نشربه ونقدر نحافظ على الشرب بتاعه عادي جدا، مفيش مشكله فيه. طريقه استخدامه بتكون ازاي يا دكتوره؟ هو انا قرات قبل كده كان يعني اخر بحث اتعمل عن الكولاجين، يستحب ان هو بيتاخد على الريق على فكره عشان المعده فاضيه، بس انا عشان وجود فيتامين سي ده ممكن يعمل اريتيشن للمعده، او الناس اللي عندهم مشاكل في المعده فهو ممكن يتاخد قرص للمعده مثلا قبل الفطار، وهو يتاخد بعد وجبه الفطار على حسب، لو التهاب المفاصل حاد ممكن يبقى من جرعه، يعني جرعه الصبح وجرعه بالليل. هو عاده بيكون ده اصلا جرعه الكولاجين حتى لو كبسولات، يعني تبقى مره الصبح ومره بالليل. يعني نقدر نقول نعتمد عليه جرعه مره واحده في اليوم ولا مرتين؟ ممكن يبقى مرتين لو الالتهاب حاد، لو حاد، لكن لو في الطبيعي، في الطبيعي تبقى واحده زيه زي اي مكمل غذائي بالظبط، يعني حابب يكون واحده. يعني طيب راي حضرتك ايه يا دكتوره؟ هل ان احنا نقدم للساده المشاهدين الكولاجين وفقط؟ بمعنى ان حد النهارده بيتفرج عليا دلوقتي وشايفني بيقول والله انت بتتكلم عن مشاكل العظام والام المفاصل دي، تعباني جدا، تمام، هل ان انا اديله الكولاجين فقط لا غير، ولا يستحسن اديله مع الكولاجين؟ لازم معاه حاجه موضعيه، لان الكولاجين بيشتغل سيستميك، اي حاجه بتشتغل سيستميك او عن طريق الدم بتاخد معايا وقت، تمام. بس انا المريض جاي لي تعبان عنده الم، ما اقدرش ان انا اقول له يستنى مثلا فتره العلاج شهر واتنين مع الالم ده، لان هتاخد وقت عقبال ما اعمل اعاده بناء للكولاجين. في الفتره دي انا برجح انه يستخدم معاه كريم موضعي عشان يسكن الالم، اثناء ما انا عقبال ما الكولاجين يجيب النتيجه المطلوبه يكون الكريم هنا قام بدور التسكين، او ان هو يسحب البين او الالم الموجود ده. لان الكريم اللي معانا كمان فيه خاصيه ممتازه جدا وانا بعمل سيرش عنه، ان هو بيحفز البلاد سيركيليشن في المكان. يعني ايه بيحفز البلاد سيركيليشن؟ انا اي مكان عندي فيه الم بيكون نتيجه افراز الجسم لمواد معينه في المكان ده. الكريم اللي معانا النهارده لما هيحفز الدوره الدمويه او ينشطها، هيعمل عمليه كده زي تشطيف للماده دي، او يخلص الدوره الدمويه في المكان ده من الماده دي، هيعمل توزيع للماده المؤلمه دي على مدار الدوره الدمويه كلها، فالالم هيتخفف بنسبه لا تقل عن 90%. فبالتالي انا هنا محتاجه ان انا ادي الكولاجين عن طريق الدم او يتاخد اورال شفوي، واستخدم برضو الكريم يبقى موضعي لحد ما يجيب النتيجه اللي احنا عايزينها. يبقى احنا كده بنهاجم الالام دي من الناحيتين، من بره ومن جوه، من بره ومن جوه، بناخد الكولاجين، بنبني الغضاريف، بنبني الانسجه اللي تم تقطيعها وتهلكت مع كبر السن، والكولاجين الطبيعي ما بيتمش انتاجه طبيعيا، بنديله الكولاجين ده من خلال ان احنا بنشرب مره واحده في اليوم كيس الكولاجين اللي احنا شايفينه ده، اللي هو نوتكس اللي موجود معانا، بناخد منه مره واحده يوميا، بيتحط على نص كوبايه ميه، نشربه على معده فاضيه او بنشربه على وجبه الفطار او وجبه خفيفه. عندهم مشاكل في المعده ممكن يستخدموا ماده الليبرتون بامب انهبيتور، او اللي هي ماده يعني فيها مثلا زي الاوميزا 20، انا مش عايزه بس اذكر منتجات عشان الدعايه وكده، اي ماده خاصه، او تقول للدكتور الصيدلي او للطبيب ان في شكوى عندها من المعده، هتاخد زي البيبي زول مثلا 40 او كده، عشان تامن نفسها من الاثار الجانبيه لو عندها هي مشاكل. طيب احنا هنيجي بقى لتفاصيل الاثار الجانبيه، ولكن خلينا اكمل ان احنا دلوقتي بنهاجم الالام زي ما احنا قلنا خارجيا وداخليا، بنعالج خلال السبب شهر، وبالتالي العرض هيروح. بالظبط، في خلال شهر نقدر نقول ان احنا بنبني الانسجه من جديد. بالزبط. نقدر نقول ان احنا بنرمم الغضاريف اللي تم تقطيعها وتهالكها من خلال امداد الجسم بالكولاجين اللي محتاجه، ومش بس كده كمان بنرفع كفاءة جهاز المناعة من خلال فيتامين سي. طبعا ده مهم في الظروف جدا اللي احنا فيها دلوقتي، مطلوب جدا ان احنا نرفع كفاءة جهاز المناعة، مش لأنه بس كده، بيحفز الفيتامين سي بينشط الدورة الدموية بشكل عام. بالزبط. فما فيش جهاز في جسمك مش هيتأثر بوجود فيتامين سي. اكيد، يعني اول حاجة المفروض تشربها في يومك عصير البرتقال، ده ان جنرال هتلاقي على اي سفرة بتيجي في اي مسلسل تركي انجليزي. شرط بقى مسلسل، يعني احنا عندنا، انا بكلمك ليه، هم بنتكلم على الحاجات الطبيعيه اللي المفروض لك ليه. انا ليه ذكرت المسلسل؟ لان المسلسل هنا لما بشوفه بينقل لي ثقافه الشعب اللي انا بتفرج عليه. اكيد، فانا لما اشوف تركي وانجليزي، اذا في اجماع على ان فيتامين سي الصبح سو امبورتنت،
مهم جدا. طب وليه ما نقول ليه نقول مسلسلات؟ ما نقول الابحاث والدراسات العلميه أيوه. اكدت ان أيوه. المنتجات الطبيعيه العصائر الفريش أيوه. الطازه اللي معصوره في البيت امنه تماما بتفيد جدا مش شرط ان احنا بنتكلم في الظروف اللي احنا فيها والفيروس المنتشر، ولكن احنا بنتكلم ان لو حد عنده مشكله في البرد، عنده مشكله جسمه دايما بياخد برد بسهوله جدا، ممكن يشرب كل يوم شوب برتقان، عصير برتقان بيبقى مع الفطار مفيد جدا، بيفتح النفس بيفتح الشهيه بيحافظ على الجسم، بيرفع كفاءه جهاز المناعه بتاعته، بيمدك بالفيتامين سي اللي بيحافظ على جسمك من دخول الفيروسات. فده مهم جدا ان احنا نحط في اللايف ستايل زي ما حضرتك بتقولي النظام الغذائي بتاعنا، النظام الطبيعي اللي احنا لجهاز المناعه نقدر نعتمد على منتجات طبيه طبيعيه او طبيعيه تستخدم طبيا. يعني احنا دلوقتي بنقول الكولاجين بطعم البرتقال، بطعم البرتقال، طب ما انت ممكن ناخد برتقال بالظبط كده. يعني انا بسهل على العميل ان هو يقدر يستخدم منتج زي ده مع انه طبيعي، ولكن برضو بعض الحاجات الطبيعيه ما بنقدرش ناخدها لوحدها. على فكره بس انا عايزه اقول لحضرتك معلومه مهمه جدا، مش معنى انها من الطبيعه ان هي امنه 100%. كنت عايز اقول ده مش في المطلق، ما انا هكمل بس لحضرتك. بمعنى هو طبيعي جميل، بس كل جسم له خريطه. اكيد ممكن انا اتحسس من البرتقال ويعمل لي مشاكل، انت تتقبله، فانا لازم اراقب جسمي. انت هنا بتكون الطبيب، بمعنى انا عرفت ان ده بيعمل لي مشاكل، فمش معنى انه طبيعي ان انا اروح اخده، لا، هو عمل لي مشاكل صح. فما بقربش منه صح. بس سبحان الله هتلاقي كل حاجه لها بدائل. يعني مثلا الناس ما بتحبش اللبن، هتلاقي البروكلي اللي هو الخضار فيه كالسيوم، عشان في ناس ما تحبش اللبن فهتاخد الكالسيوم من البروكلي كاكزامبل يعني. وكذلك انت مش اي حاجه، هو الطبيعي جميل بس لما اكون انا متاكده ان هو مناسب ليا، لان في ناس كتير بتقع في الفخ ده أكيد. ويحصل لها مشاكل ملهاش اول من اخر أكيد. بسبب كلمه طبيعي. ما احنا دايما يا دكتوره بنأكد وبنقول ان الموضوع مش في المطلق، هو بالزبط. كلها منتجات طبيعيه 100%، ولكن كترها يضر بالزبط. زي ما قلتها بتجيب اضرار بالظبط. احنا ما بناخدش الامور كلها كده بعشوائيه، ولكن بالزبط. كل حاجه لازم تكون ماشيه من خلال بحث علمي، من خلال كمان ان انا اقدر اشوف جسمي متقبل ده ولا بيعمل لي مشاكل. لقيته بيعمل لي مشاكل من اول الاستخدام بتوقف تماما، ما سيبش نفسي للامور بالشكل ده، لان ممكن انا اجعلك حاجه تظهر لي حاجه اخطر بالظبط. لان في يعني بوينت مهمه جدا، انت الجسم لما بياخد اي دواء بيبدا يتفاعل معاه، تفاعل الجسم ده بيختلف من حد للتاني. الدليل على كده حد يقول لك انا اخدت مثلا الباراسيتامول كاكزامبل وعمل لي حساسيه، حد تاني ياخده بكميات كبيره جدا وما يعملوش اي مشاكل. ده بيبقى راجع للخريطه الجينيه بتاعتك انت، فانت هتراقب الدنيا، ده ظبط معايا هكمله أكيد. ما ظبطش خلاص. يبقى احنا مصرين برضو على نفس الكلام، متفقين عليه. نرجع مرجوعنا يا دكتوره ونقول ان الكولاجين اللي انا بقدمه لحضراتكم النهارده هو منتج طبيعي 100% امن وفعال الحمد لله، مرخص من وزاره الصحه كمان. مش بس كده، مش بنقف عند ان انا بديك كولاجين يعالج الاساسيات من جوه، بديلك كمان كريم جل. كريم كمان او جل كريم اللي هو يقلل الالام، لان هو مش هيتحمل على فكره. الام العظام من اشد الالام. يعني انا بدخل لحد الصيدليه بيشتكي من ظهره، او انا ببقى مشفقه عليه، لان الحركه هي كل حاجه طبعا. انا لو عجزت عن الحركه عجزت عن كل متع الحياه اكيد. فبالتالي انا النهارده بتعالج له مشكله خطيره خطيره خطيره، لما يكون عنده التهاب مفصلي هو مش عارف يتعامل معاه. انت بتدي له النهارده كولاجين، بيحفز انتاج الكولاجين الداخلي، بترمم المشاكل اللي عنده، وبتدي له كمان كريم يسكن له الاعراض بتاعه نقص الكولاجين لحد ما يتم انتاجه بالشكل اللائق، او ده وده في خلال شهر ان شاء الله مع المنتج بتاعنا يعني. باذن الله. أأكد لحضرتك معلومه برضو يا دكتوره، او بمعنى اصح الشعب المصري او الشعب العربي بيحب ياخد حاجه كده على بعضها تمام. ياخد الموضوع يفيد في كذا ويفيد في كذا ويفيد في كذا، هو له فوائد كتير. امسك العصايه من النص. أيوة. هل اللي احنا بنتكلم ده يفيد معانا في الموضوع ده؟ ايوه طبعا. انت النهارده بتعالج مشكله واحده، انت بتعالج كذا مشكله، بتعالج مشكله البشره، وبتعالج مشكله الاظافر، وبتعالج مشكله المفاصل، وبتعالج. وعلى فكره الكولاجين في اماكن كتير في الجسم كمان، يعني الناس بس حاطه كلمه كولاجين ارتبطت عندنا بالبشره، كريم بالكولاجين كريم. لا، الكولاجين اساسا لو نقص عندك في المفاصل بيعمل الام رهيبه، وبيعمل خشونه مش طبيعيه، وبيعجز فعلا وحرفيا عن الحركه. واحساسك النفسي بقى انك عاجز عن الحركه ده بيعمل ممكن اكتئاب. في ناس بتجيني اساسا كارهه حياتها، انها مش قادره تتحرك، مش قادر يشتغل، لو بيعول اسره، لو عنده اي مشاكل في البيت، يعني مثلا شغله من البيت، او الناس اللي بتشتغل على ماكينات خياطه او بتقعد فترات طويله، بتبقى عرضه طبعا لالتهاب المفاصل اكيد. انا بشوفه كمان ان هو ما يتاخدش علاجه بس، ده ممكن يتاخد وقايه. ده اللي انا عايز يعني اوصل بالظبط. يعني انا النهارده مش بس بعالج التهاب طب انا ليه هستنى يجيني التهاب مفاصل؟
طبيعي مع كل مرحلة من مراحل تقدم العمر أكيد بيحصل نقص في الكولاجين، لأن كل 5 سنين بينقص عمر الخلايا بشكل معين، عمرها أو كفاءتها نقدر نقول. أنا بقى طبعا ممكن أقي نفسي إن أنا أقع في الفخ ده، وأنا أقي نفسي من ظهور التجاعيد أصلا. أنا ليه هستنى لما المشكلة؟ دايما الوقاية خير من العلاج يا أستاذ محمد. أكيد. دايما دايما. فأنا لما أخد من دلوقتي الكورس بتاع الكولاجين بتاعنا ده، أنا ممكن أستخدمه بشكل علاجي وأستخدمه بشكل وقائي. ده اللي انا عايز اوصل لحضرتك معاه، اللي عايز اوصل ليه مع حضرتك. احنا النهارده بنتكلم عن باكج او عرض شامل كامل وافي شافي نقدر نعتمد عليه في اكتر من مشكله بتقابلنا، علاجيه وقائيه. بمعنى ان احنا لو ست الكل اللي قاعده بتتفرج علينا دلوقتي عندها والدتها او والدها عنده مشاكل في العظام، تمام، عنده مشاكل في العظام، تمام، هي متعوده ان هي بتجيب له كريم العظام بتدهن له بيريحه قبل ما ينام واول ما يقوم ومتعوده ماشيه على كريمات، هل النهارده اقدر اقول لها تعتمدي على شركتنا وتعتمدي على المنتج بتاعنا وتحصلي على المنتجات بتاعتنا من خلال الارقام اللي بتظهر معانا على الشاشه، مش بس لعلاج الحاجه او الحاجه او المفاصل اللي بتعاني منها يا امي، ولكن كمان بتديكي نضاره للبشره، بتديكي، هو اللي مسؤول عن جمال البشره. الكولاجين هو البيز الاساس. اي حد هتلاقي عنده مشكله، يعني هقول لحضرتك كمثال، مثلا الناس اللي بتشتغل في الشمس فترات طويله جدا هتلاقي الكولاجين عندهم مكسر. الفلاحين بقى اهلينا وحبايبنا دول، وشوشهم كده هتلاقي فيها خطوط بالطول كده من كسر الكولاجين. انا النهارده بخرج لشغلي ومعرضه ان انا افقد الرونق ده والكولاجين ده. انا اقدر اتعرض للشمس براحتي طول ما انا باخد كولاجين، لان اللي هيتكسر ده هيصلحه. تمام، هيدي نضارة وهيدي جمال وهيدي حيوية وهيدي سن أصغر. اللي بيحافظ على الكولاجين في وشه دايما بيكون سن أصغر. علشان كده نقدر نقول النهاردة بالبلدي بقى كده يا دكتورة وكل حبايبنا اللي بيتفرجوا علينا، نضرب عصفورين بحجر واحد. بالظبط. اللي هم ألام العظام وألام المفاصل نقدر نتخلص منها من خلال مهاجمة هذه الألام من الداخل ومن الخارج. علشان كده الشركة النهاردة بتقدم لحضراتكم الكورس كامل، عبارة عن 3 عبوات كولاجين نوتكس، كل عبوه فيها 10 اكياس، ده بيكفي معانا لمده شهر يا دكتوره. وكمان مش بس هسيبك كده تعتمد على الكولاجين وخلاص وتقابل الالام اللي انت محتاج تسكنها من بره، لا، انا هدي لحضرتك وحضرتك كمان 3 عبوات من جوتافيكس او جوتافيكس جل لالام المفاصل والعظام، وعباره عن جل لتسكين الام المفاصل والام العضلات، وبيستخدم كمساج كمان بيظهر معانا دلوقتي. وللحصول على المنتجات اللي بتظهر معانا دلوقتي بنتصل على الارقام اللي بتكون متواجده معانا على الشاشه حالا. يا دكتوره، موضوع مهم جدا وسؤال اكيد ناس كتير جدا بتساله لنفسها وعايزين يسالوه لنا دلوقتي، اللي هو ايه هي الاعراض الجانبيه اللي ممكن تقابلني مع استخدام الكولاجين، وهل هي كتير ولا قليله؟ هو بالنسبه للتركيبه بتاعتنا تعتبر قليله، وانا اخدت احتياطاتي. اهمها مشاكل المعده زي ما انا قلت لحضرتك، لان السيتريك اسيد ده الموجود فيه بيعمل نوع من انواع الاريتيشن، او اللي هو يعني حموضه او ارتجاع في المريء لو اتاخد بكميات كبيره. وان جنرال اي دواء هيتاخد اكتر من الكميه المطلوبه ايا كان درجه امانه، بالزبط، حتى طبيعي كيميائي اي شيء بيزيد عن حده بيجيب نتائج عكسيه. اكيد. فانا التزم بالجرعه المكتوبه وما زودش عنها. لكن نقدر نقول ان استخدام الكولاجين لمده 3 شهور مثلا يكون امن جدا في الحدود دي؟ لا، كويس جدا، والمفروض بعدها يحصل كت شويه. بالظبط. عشان كده انا بقول لحضرتك 3 شهور تستات. كورس كامل. هيتعمل تيستات عشان اشوف نسبه الخشونه بقت عامله ازاي. اكيد. وطبعا المريض بقى ساعتها هو هيبقى اكتر حد يحكم، هيقول لك الموفمنت بتاعته بقت عامله ازاي، الحركه بتاعته، والالم اللي كان عنده خف بنسبه قد ايه. هو بقى اللي هيحدد للدكتور اللي قدامه يكمل له ولا لا. يعني انا ممكن ارتاح من اول يكون انتاجي انا او البايو اكتيفيتي بتاع جسمي عاليه فاستجابت بسرعه وجابت نتيجه. كل طبعا ما يكون المريض سنه اكبر كل ما هياخد معاه فتره اطول. أكيد. لان كفاءه جسمه بتكون اقل. طيب، في سؤال تاني مهم جدا بالنسبه للسيدات اللي ممكن تستخدم المنتج ده، ومش بس السيدات كمان الرجاله. هل الاستخدام الكولاجين ممكن يزود وزن الجسم؟ ما اعتقدش ان له علاقه بالوزن. لا، ما اعتقدش خالص ان له علاقه بالوزن. يعني ما بيزودش الجسم؟ لا مش بيزود خالص، لا اطلاقا. هو بيشتغل على اماكن معينه في الجسم، يملى الخدود. لا، هو مش هنا، انت قصدك على فكره الفيلر يملى الوش.
هو مش قضيه بيملى الوش بقى، هو المنتج بتاعنا اللي فيه الكولاجين هنا فيه سيتريك اسيد او فيه فيتامين سي. لما انا بنشط الدوره الدمويه في الوش طبيعي جدا ان الدوره الدمويه لما بتنشط في اي مكان الاكل بيبان عليها، الوش بينور. بينور طبعا لانه اتغذى، انا اديت له الشيء اللي هو فاقده فطبيعي جدا هيملى. وكل الستات بتشتكي من كده، تقول لي انا دايما كل ما اجي اعمل دايت الاقي وشي بينزل وجسمي لسه مليان. تمام. هنا بقى لو هي عملت الدايت بتاعها واخدت معاه الكولاجين مش هتقابل المشكله دي، وما ياثرش على ذات الوزن خالص. لا لا خالص، ملوش علاقه بالوزن. تمام. في اسئله تانية الناس بتسالني دلوقتي، حضرتك بتستخدمي كولاجين؟ لا بصراحه هو انا لايف ستايل في الاكتر، بس انا ممكن بفكر استخدمه بشكل وقائي ان هو ما يخلينيش انا اقع في الفخ ده. اكيد. ان انا ما استناش لما البشره عندي تبوظ. انا ما انا قلت لحضرتك ان انا ممكن استخدمه مش كعلاج، استخدمه كوقايه. احنا دايما بناكد انه وبنقول ان في السن تحديدا من بعد ال 30 بنبدا نفكر في موضوع الكولاجين تحديدا، وده اللي بيبان من خلال وشنا، تجاعيد الوش اللي بتبان علينا، الهالات السوداء اللي بتظهر معانا، مش بس كده كمان الشعر طبعا. مشكله الشعر طبعا. مع الكولاجين، حد قاعد بيتفرج دلوقتي يقول لك انت هو ايه الموضوع، هو الكولاجين ده ليه علاقه بكل حاجه؟ طبعا ليه علاقه بكل طبعا. حاجه طبعا. يعني ينفع اشرب الشعر بيفرش كولاجين، اشرب من خلال فم كولاجين ياثر على شعري؟ طبعا. مش هو من اولا لما بينزل المعده بيتم توزيعه بيتم امتصاصه في الامعاء، وبعد ما يتم امتصاصه في الامعاء بيتم توزيعه على الدوره الدمويه، والدوره الدمويه ماشيه في الجسم كله فطبيعي كله هيتقصر. طيب هو بيشتغل ازاي على الشعر؟ هو اولا بيقوي الفوليكل اللي هي البصيله بتاعت الشعريه اللي هو الجدر اللي هو الاساس، وبالتالي هي لما هتقوى الشعر هيبقى يكون مظهره صحي ولامع وجميل، وبشكل كمان من غير ما احط بقى زيوت بكميات كبيره وزيوت غاليه. لا هو انا بعالج المشكله من الاساس، وبخلي الجسم نفسه او فروه الشعر قويه فتطلع شعري قوي طبيعي جدا. يبقى الكولاجين لمشاكل والام المفاصل والعظام وخشونه الركبتين، مش بس كده كمان وللجمال الشعر البشره الجمال البشره الهالات السوداء الاظافر، مهم جدا طبعا. لموضوع الاظافر الكولاجين كمان أي ما حاجة بيتخنش، أي حاجة ما بيزودش الوزن بالزبط. ملوش اثار جانبيه طبعا. نقدر نستخدمه بامان كامل للاطفال ينفع؟ لا للاطفال لا، هو كده كده الكولاجين في جسم الطفل بيكون قوي، يبقى مش محتاجينه للطفل. لا لا مش لا مش هيحتاجه الطفل، مش هنحتاجه للطفل، هنحتاجه لان هو انت بتبدا تظهر عليك اعراض نقص الكولاجين مع السن، مع السن ومع الضغوط كمان النفسيه. اكيد. الضغط النفسي وضغط الشغل وده والحمل المتكرر للسيدات والرضاعه والستريس بتاع التربيه، كل دي عوامل بتاثر على جسمك. يعني احنا نقدر النهارده نقول للساده المشاهدين ان احنا بنقدم عرض كامل شامل وافي شافي من الكولاجين لكل المشاكل اللي احنا قلنا عليها دي. كمان بناخد عروض كمان مهمه جدا يا دكتوره، ودي المفاجاه اللي محضراها الشركه النهارده، ان بتقول لحضرتك وحضرتك اسالوا على عرض ال 50% خصم. تمام. حضرتك سمعتي الموضوع ده قبل كده؟ اسمعه منك دلوقتي. في حد بيعمل 50% خصم؟ قليل الايام دي في الازمه دي. احنا لازم بقى تضامنا مع الازمه اللي احنا فيها دي بنقدم لحضراتكم النهارده عرض مميز جدا وخصم مميز جدا مش هتلاقوه في اي مكان تاني، يعتبر المنتجات دي بنقدمها بسعر التكلفه مع العرض اللي احنا بنتكلم فيه، وهو عرض ال 50% خصم. اسالوا عليه الكول سنتر وهيوصل لكم لحد باب البيت، الشحن متوفر لكل محافظات الجمهوريه، وان شاء الله هيكون متوفر كمان خارج مصر من خلال الارقام اللي هتنزل تباعا مع الاعلانات. كمان بنقدم لحضراتكم الكولاجين، عباره عن الكورس بتاعه عباره عن 3 عبوات ومعاهم 3 عبوات جوتافيكس جل لمشاكل والام العظام الخارجيه، ده الدهان خارجي، وده النوتكس اللي هو الكولاجين اللي هو من خلال الشرب، زي ما احنا اكدنا وزي ما احنا قلنا اتكلمنا في كل تفاصيل الكولاجين، اتكلمنا في كل ما يخص الكولاجين وكل الاسئله اللي ممكن تيجي على بال حضراتكم، واخترنا تحديدا الكولاجين البحري علشان هو اللي اثبتت الدراسات والابحاث اللي بتقول ان هو مفيد جدا كفاءة. في كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها واللي فاتت معانا دي، ومش بس كده كمان في عرض مهم جدا بتقدمه الشركه يا دكتور، اللي هو ايه؟ لو حد النهارده مش عايز الكولاجين، انا مش عايز اعالج من جوه، انا بس بحس بوجع من وقت للتاني خفيف، تمام. نقدر ناخد الجل ده لوحده؟ ممكن نقدر لو كان في سن صغير كمان، نقدر ناخد ان الجسم في السن الصغير بيتعامل مع المشاكل اكيد. نقدر ناخد الجل ده بعرض كويس، ولا هو عرض 50% موجود على الجل على النوتكس والجل بس؟ انا اقدر ارد هنا على السؤال ده واقول لحضرتك وحضرتك اسالوا على عرض ال 150 جنيه. نعم. عرض ال 150 جنيه اسالوا عليه بس في الكول سنتر، عرض ال 150 جنيه متوفر من خلال
الارقام اللي بتظهر مع حضراتكم على الشاشه هنلاقي عرض مميز جدا وجبار جدا، ومفيش اي منافسه بالنسبه لاي نوع من انواع المسكنات او الكريمات هتلاقيها في السوق حتى في الصيدليات يا دكتوره، مش هنلاقي بالسعر ده. هنلاقي عرض مميز جدا وهو عرض ال 150 جنيه متوفر على الجوتافيكس. لو حضرتك مش محتاج الكولاجين او مش مقتنع ان انت تبتدي العلاج من الداخل والخارج مع بعض، ده كان عرض الكولاجين والجوتافيكس اللي احنا بنقدمه النهارده يا دكتوره. تمام. وزي ما احنا بنتكلم كده كنا لسه بنقول الاطفال. تمام. هل احنا النهارده الاطفال نقدر نلاقي منتج طبيعي او مكمل غذائي نقدمه للاطفال ونقدر نعتمد عليه ان هو يدينا نتائج مهمه جدا للاطفال وللكبار كمان؟ خليني اقول لك بس الاول ايه هي المشاكل اللي الاطفال بيعانوا منها. تمام. او اللي الامهات بتعاني منها مع الاطفال. فقدان الشهيه، نقص الوزن، تركيزه على الحاجات اللي في السوبر ماركتس بس وما بياكلش اي حاجه من البيت، اللي هي كلها الوان صناعيه، كلها الوان صناعيه ومواد حافظه، والشيبسي تبقى عامله له مامته البطاطس يقول لا، او لازم ياكل الشيبسيات من بره بدون ذكر اسماء يعني شركات او كده. المهم ان الستات بيجيلي بتستجير. يعني انا ابني ما بياكلش، انا ابني ضعيف، انا ابني بحس ان وشه شاحب. يعني ده بيكون، ومع الوقت طبعا قله الاكل الصحي بتعرض الطفل لانيميا، وخاصه هو في الفتره وهو صغير ده في فتره البيلدنج اللي هو بيبني فيها جسمه. فانا لازم اكون حريصه ان انا ادي له منتج يساعده على ان هو يزود له الشهيه بتاعته، يعمل بناء للعضلات، يخليه يعني لما اعرض عليه اي اكل من البيت ما يرفضش، لان في ستات كتير فعلا بتيجي تقول لي انا مش عارفه اعمل بتعاني. ايه بتعاني. طبعا. ويكون بيدخل عليه اطفال بلاقي وشوشهم لونها مش موحد، حته بيضة وحته سمراء نتيجه نقص التغذيه او نتيجه سوء التغذيه، لان هو يعني ما بياكلش الاكل الصحي. في الحاله اللي زي دي احنا بنديله بقى مكمل غذائي، وانا برجح برونتو. انا عندي في الصيدليه دايما كنت برجح برونتو للاطفال اللي بيجوا. برونتو موجود معانا من خلال الشركه ونقدر نحصل عليه من خلال الارقام اللي بتظهر معانا على الشاشه، وكمان هنحصل عليه بعرض مميز جدا. كل عروض الشركه حصريه واسعار لا تقبل المنافسه. احنا بنقدم لحضراتكم الخدمه دي، بنتعاون مع حضراتكم، بنخفف على بعض، بنساعد بعض، علشان طبعا احنا قاعدين في البيت فرصه ان احنا نهتم بولادنا، نشوف الولاد اللي عندهم الشهيه بتاعتهم مش مفتوحه بالزبط. نقدر نساعدهم ان هم يتغذوا كويس، نديهم الفيتامينات والمعادن اللي مطلوبه في الجسم. كمان البرونتو في عنصر مهم جدا يا دكتوره جواه، وهو جنين القمح. جنين القمح من اسرار الطبيعه اللي محتاج طبعاً. حلقات وحلقات طبعاً. وحلقات طبعاً. علشان هنلاقي فيه فوائد كتير جدا ملهاش اول من اخر. جنين القمح متوفر بشكل كبير جدا في المنتج اللي موجود معانا دلوقتي، وطعم الشوكولاته وهو كمان يعني البرونتو وبطعم الشوكولات كمان. ناس كتير جدا بالذات الاطفال بيحبوا طعم الشوكولاته جدا. اكيد. بناخده ازاي يا دكتوره؟ بناخده مع اللبن، مع اللبن، ممكن يتاخد مع الميه، او مع الميه. بيتحلى ولا لا؟ لا، هو يستحسن ان انت تعوده، لان انت لو حطيت له سكر في اول كوبايه مش هيبقى اي كوبايه سكر جدا. انا نفسي شربت منه وبديه لاولادي على طول من غير سكر على طول. هو بيعمل حاجه واسمها زي البادي بيلدينج كده، وبيقوي العضلات بتاعته، وبتلاقي مع الوقت بقى وشه بيملى، الشهيه بتاعته بتبقى مظبوطه، بنيانه بيكون قوي. يعني نقدر نعتمد عليه في الاطفال اللي شهيتها مش مفتوحه تماما. نقدر نعتمد بس عليه. بس انا عايزه ادي بس نصيحه صغيره قوي. اتفضل. لو في اي مشكله في موضوع التغذيه بتاع الاطفال، يا ريت يعملوا تحليل استول او براز عشان نتاكد ان بطنه خاليه من اي عوامل تانية. زي مثلا وجود الانتاميبا، وجود اي طفيليات، لان ده بيبقى عامل رئيسي، والام بتبقى محتاره هي طب ايه المشكله عنده. طب وتجي لي مثلا حاله تانية بياكل كتير جدا ومش بيبان عليه. اذا في كائنات تانية بتاخد الغذاء ده منه. انا انضف بطنه الاول، ده هتبقى الاستيب الاولانيه في العلاج. أكيد. وبعد كده هضيف البرونتو كمكمل غذائي، وبيجيب نتائج هايله على فكره. للصغار بس ولا للصغار والكبار؟ لا، هو يعني هو بالنسبه للاطفال بيكون مور سيوتابل، بس ممكن يستخدم للكبار بقى اللي هم بيروحوا الجيم، بادي بيلدينج، يعملوا بقى بادي بيلدينج وعايزين يعملوا عضلات وماسلز كبيره. وفي برضو كبار بيعانوا من فقدان الشهيه، فده يساعدهم. وفي بنات كتير قوي بتوصل لمرحله البلوغ وتجيني جسمها ما فيش فيه علامات البلوغ. بتكون علامات البلوغ عندها جسمها بيكون فلات. نتيجه ان الماسلز اللي المفروض تنضج وتبرز في مرحله النضوج والبلوغ ما هياش موجوده، برونتو بيساعد في اظهارها. يعني لانها بتتبنى. ما هو دايما بتتبنى من اول وجديد. دايما التغذيه هي كلمه السر في كل طبعاً. حاجه ليها، هقول لحضرتك، ليها ارتباط بكل حاجه في الجسم. طبعا انا اي حد بيجيني يطلب مني اي علاج، انا بقول له نظام اكلك ونظام حياتك هو العلاج الاساسي. اكيد. احنا كلنا عوامل مساعده. المالتي فيتامين عامل مساعد، المكمل الغذائي عامل مساعد، لكن انا ما ينفعش استغنى عن الاكل بالادويه. ده مفهوم خاطئ. انا بدي الادويه عشان
احفز احتياج الجسم للاكل لا اكتر ولا اقل. تمام. يعني هي عوامل مساعده بس مهمه في حين ان انا عندي مشكله مش قادره احلها. طيب احنا النهارده بنقدم العرض ده من خلال الشركه بتاعتنا يا دكتوره، وزي ما احنا قلنا كل منتج هتلاقي معاه عرض او هتلاقي معاه هديه. تمام. شركتنا بتقدم الموضوع ده او بتعتمد على كده في التعامل مع حضراتكم، كل منتج هنلاقي معاه هديه او هنلاقي معاه عرض. النهارده البرونتو بنقدمه لحضراتكم عشان يبقى كورس كامل، كل علبه فيها 10 اكياس، فبالتالي يعني انا محتاج مثلا 10 ايام 10 ايام، بالتالي انا محتاج ان انا اخد 3 علب. طيب احنا بنقدم لحضراتكم العلبتين وعليهم علبه هديه مجانيه عشان نكمل الشهر بس بتاعنا. بس ده في حين ان الطفل معايا في بوينت وصل 8 سنين، اقل من 8 سنين يبقى نص كيس. تمام. ده مهم جدا على فكره، لان زياده الفيتامينز والمعادن عن الحد المطلوب لها اضرار. اكيد. احنا زي ما احنا قلنا دكتوره كل حاجه ما انا بقول لحضرتك البريكوشنز اهو علشان اللي بيسمعني كلمه كيس دي مطلقه، ما ياخد بقى اللي عنده 4 سنين هيدي له كيس، واللي عنده 8 هيدي له كيس، واللي عنده 12 بالظبط. لا، انا المفروض بعد الثمان سنين ادي كيس وانا عادي ما عنديش مشاكل. تمام. انما اقل من كده المفروض يكون نص كيس عشان انا ما اذيهوش. واللي اكبر من كده بما اننا اتكلمنا في التفصيله دي اللي هو ايه اكبر من ايه؟ يعني مثلا 25 20 سنه. لا في المطلق كيس برضو. يعني كبير ما يزيدش عن كيس، كبير او صغير ما يزيدش عن ما يزيدش كيس في اليوم. عن كيس في اليوم طبعا. تمام. يعني ويستحب يكون بعد الفطار عشان لو في عوامل تحفيز الشهيه اللي فيه تشتغل على مدار اليوم. ما ينفعش ادوله ينام. دي تفصيله مهمه جدا طبعا. انا اي حد بياخد مالتي فيتامين لازم يبقى بعد الفطار يا جماعه، الا الكالسيوم يستحسن يكون بالليل. يبقى اي مكملات غذائيه بيستحب ان احنا ناخدها بعد الفطار عشان نستفيد الاستفاده القصوى والكبرى منها. ده غير ان كمان ان انا لو اخدت الفيتامين بالليل بيعمل لي تنبيه. انا بديك مقوي للاعصاب. طبعا. وبيديك باور. طب انا الباور ده هحطه فين كله؟ بالظبط. لازم طب انا استغله بقى لو في شغلي. هيقويني، مش هيخليني احس باجهاد. هيخليني لو كنت بشتغل 6 اشتغل 10 ساعات وانا صح كويسه. ومش حاسه باجهاد. ناس كتير كمان جدا كانت بتيجي في الصيام بتعاني، يعني يقول لي انا على مدار اليوم بكون منهك جدا. اتسحر وخد المالتي فيتامين، بعد الفطار تاخد المالتي فيتامين، بيخليك بقى تحس ان انت اكتف. انما ما ينفعش ادي مالتي فيتامين وانا رايح انام، انا كده هبوظ الدنيا. ليه بقى؟ مش هينام، هيحصل اجهاد للجهاز العصبي، هيجيب نتيجه عكسيه. فشفت قد ايه فرق التوقيت هنا. بالزبط. فرق معايا في المفعول. هنستغل وجود حضرتك بقى يا دكتوره، معلش سامحيني قبل الحلقه ما تنتهي، هنستغل وجود حضرتك علشان تدينا فوائد نصايح عامه وفوائد مهمه جدا بالنسبه للتغذيه السليمه ورفع كفاءه جهاز المناعه عشان الظروف اللي احنا كلنا بنمر بيها دلوقتي. كل الناس بتدور على رفع كفاءه جهاز المناعه من خلال منتجات طبيعيه او اكلات طبيعيه عادات يوميه من البيت، مش شرط ان احنا نشتري حاجات معينه. يعني هناخد ده من حضرتك، ولكن بحب اوجه لكل الساده المشاهدين ان احنا شركه اسرار الطبيعه بتوفر كل ما هو طبيعي. يعني احنا بنتكلم في زيت الزيتون موجود بفضل الله، موجود زيت موجود العسل السدر الجبلي، العسل العادي اللي هو زهره البرسيم وزهره الموالح، ودي ليها موضوع مهم جدا وليها حلقه لوحدها علشان نتكلم عن فوائد العسل الجبلي في رفع كفاءه جهاز المناعه ودوره ومساعدته في علاج الكثير والكثير من الامراض المستعصيه. ومش بس كده، كمان بيتوفر من خلال الشركه كل ما هو نباتات طبيه طبيعيه بفضل الله، تقدروا تلاقوها من خلال الارقام اللي بتظهر معانا على الشاشه. طب ايه كمان؟ ما اهتمتش بالعنصر النسائي، ما اهتمتش بالجنس اللطيف، ما نقدرش. لازم نوفر لحضراتكم كل ما يهم جمالكم ويهم بشرتكم ويهم شعركم. هيتوفر معانا ان شاء الله تباعا منتجات مهمه جدا، انتظروها تباعا، هتلاقوها في اعلانات وفي حلقات ان شاء الله. كل اسبوع يكون لينا حلقه نقدم فيها منتج يهم كل سيدات الجمهوريه مصر العربيه والعرب كلهم. كمان هيتوفر معانا في الفتره اللي جايه كريم للبشره، هيتوفر معانا كمان سيرم للشعر، منتجات طبيعيه 100% بدون تدخل كيميائي نهائي. وده الاساس وده الخط العريض اللي احنا بنمشي عليه. تمام. الوصفه بتاعتنا يا دكتوره المناعه نرفعها ازاي؟ في البدايه كده انا عايز استغل المنبر ده عشان اقول للناس يا جماعه، لحد النهارده لم يثبت عالميا وعلميا اي علاج لكورونا، فما تطمنوش قوي. رجاء تيك كير في التعامل مع بعض، ده النصيحه الاولى. انت بتحبني، خلي بيني وبينك مسافه. تمام. مسافه في التعامل، مسافه في الزيارات، مسافه في الاحتكاك الزايد. انت لو بتحبني ممكن بالتليفون تسال عليا، ده النصيحه الاولى. النصيحه الثانيه بقى، الناس اللي تعافت بقى من كورونا تعافت ازاي؟
هي تعافت عن طريق كفاءة جهاز المناعة. بالزبط. طب أنا إزاي أرفع جهاز المناعة، أرفع كفاءة جهاز المناعة من غير ما أخد أدوية للمناعة أو من خلال البيت؟ أنا الوقت ما عدتش بخرج كتير، فبالتالي ما عدتش يعني برضو الحظر ده ليه فوائد، إنك قلل تعرضك للمشاكل، مشاكل العوادم السيارات، مشاكل حاجات كتير. يعني هم اكتشفوا مؤخرا إن الصيف تأخر رفع درجة الحرارة لأن ثقب الأوزون بدأ يلتئم بسبب قلة العوادم، فبالتالي برضو في فوائد أنت تقدر تستغل الحظر، يعني استغلال كويس جدا. أولا أنت هتنام كويس، لازم تنام كويس. أنا ما ينفعش أظبط جسمك كله والجهاز العصبي مضطرب. أول نصيحة إن أنا أخد من 6 ل 8 ساعات نوم في اليوم. تمام. متقطعين أو متواصلين، هو يستحب يكونوا بالليل، بس فرضا إن أنا لو ما أخدتهمش بالليل أحاول إن أنا أوفرهم بالنهار. تمام. كده كده لأن الناس ما عادش بتشتغل يعني نفس الساعات اللي كانت بتشتغلها قبل كده. الحاجة التانية إن أنا أكلي يكون صحي، يكون كمية الدهون فيه تكون قليلة، نسبة الخضار تكون عالية، وكل ما كانت الألوان في الخضار كتيرة كل ما كانت الفوائد أكبر. تمام. الفاكهة يكون ليها معلقه او معلقتين عسل في اليوم. لو ناس عندها ارق ممكن تحط العسل على اللبن، ممكن تحط الشوكليت الباودر على اللبن وبتحليه بمعلقه عسل. هتكون عباره عن يعتبر حاجه يحلي بيها، وفي نفس الوقت هتعالج مشكله الارق. هشتغل برضو على الخضار زي ما قلت لحضرتك، الجزر والبيتا كاروتين اللي موجود فيه ده مهم جدا جدا للبشره وللحفاظ عليها ورفع كفاءه جهاز المناعه. والجزء الروحاني في الموضوع طبعا الصلاه بانتظام من اهم الحاجات اللي بتحافظ على جهاز المناعه. وعلى فكره الصيام، النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بصيام الاثنين والخميس وبصيام ثلاث أيام كل شهر اللي هم في منتصف الشهر. في الأبحاث اللي اتعملت في الفترة الأخيرة عشان يرفعوا كفاءة جهاز المناعة على مستوى العالم استخدموا سياسة الصيام المتقطع اللي هي أساسا في ديننا سنن. فاكتشفوا إيه بقى؟ حاجة غريبة جدا يعني أنا نفسي فوجئت بيها، إن بعد صيام ثلاث أيام بيتم تجديد خلايا جهاز المناعة من الجدر. الخلايا القديمة بتموت وبيتولد جهاز مناعة جديد. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا تصحوا. فأنا أقدر أستخدم ده كنظام وقائي، إن أنا برضه أصوم الثلاث أيام دول، إن أنا أصوم اثنين وخميس، منه بكسب ثواب وبتعبد، ومنه بعمل إعادة تأهيل وبناء لجهاز المناعة. تمام. طبعا يا دكتورة يعني كلام مهم جدا، وكلام يعني فيه أسرار ربانية وأسرار من الطبيعة، هو ده أساس برنامجنا، وهو ده اللي احنا بنقصد نوصله لحضراتكم. مش بس ان احنا بنتكلم عن منتجات، ولكن هنتكلم عن وصفات، هنتكلم عن أسرار من النباتات الطبية الطبيعية اللي دخلت في الكثير والكثير من العلاجات ومستحضرات التجميل والمستحضرات الطبية اللي بيتم العلاج بيها، بس بيكون مضاف ليها بعض المواد الكيميائية. هنتكلم عن ده وهنتكلم عن ده، ولكن يعني دايما انتظرونا في كل ما هو جديد وكل ما هو مفيد لحضراتكم. وطبعا دكتورة رانيا اكيد هتكون مشرفانا في اكتر من حلقة بإذن الله. ودايما دايما حافظوا على صحتكم، دايما دايما الوقاية خير من العلاج. ده شعار مهم جدا لازم كلنا نرفعه. في نهاية الحلقة دكتورة كل سنة وحضرتك طيبة، شرفتينا النهاردة ونورتينا، وان شاء الله لينا لقاءات كتير جدا بإذن الله نتكلم فيها عن أسرار الطبيعة التي لا تعد ولا تحصى. فعلا. أعزائي المشاهدين انتظرونا في الحلقة اللي جاية بإذن الله عشان نتكلم عن سر جديد من أسرار الطبيعة. كان معاكم محمد إبراهيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.